السلام عليكم اصدقائي، وياكم محسن حمداني. بهذا الفيديو اليوم راح اقول لكم انه اني كلش متعصب منكم، لان السبب الاول وصلت 80 مشترك، بعدين اكو فدي 3 منكم لغوا الاشتراك. يعني ليش؟ يعني عبارة فدي اشرف فيديو تصعد يصعدون المشتركين، واكو ناس يعني ذولاك الزواحف مال الدعم هيش تقريبا 66 مشترك، صعد فجأة صار 300 مشترك. ليش؟ يعني ذاك يصعد براسي، انا ما تصعد براس اي واحد. قبال وصلت 80 مشترك، واحد اجى بارك لي. قعدت الصبح لقيت اشتا 4 مشتركين رايحين. شنو السالفه يا اخوان؟ اكو شيء اسمه الغاء الاشتراك، ما تعرفه؟ هذا الغاء السبسكرايب، الغى اشتراك ولا تطلع. مو واحد يسوي لي الغى اشتراك قناتك وما ادري شنو، ويجيني ذاك الاخ الزعطوط يقول لي ذاك احسن منك فلان كذا، ذاك المرجان يقول لي احسن منك. بابا ذراك ناس طارقين، انا اقول لك اياها معترفين بالمونتاج، انا بعد شويه بالبدايه. ويجيك الاخ والله بالله شنو مصطفى كيم اوفر احسن منك يا اخي، ايش علي ابي الولد؟ انت ايش علي؟ انت عايش علي ابي محتوى زين الولد، وانت ليش ايش تقول لي؟ والله حتى انا اترك القناه من وراكم. دول اليوتيوبرز العربيين عبد عطان وعلاوي، فالكوميونتي رهيب. شو السالفة يا اخي؟ بس يعني ليش وياي؟ واحد يقول لي هاي ما تعجبني، واحد يقول لي ذيك مو حلوة، يا بش اسوي لكم بعد؟ هي حسب لون فوق. يا والله ايش قد كاره القناة. تعرفون ايش تعرفون ليش متعصب مو؟ واحد يقول لي سلسلة سوالف مقطوع قاطع عنها، لان السبب الاول الولد اللي انا راح اقول لكم اياه اللي هو سلار حكيت وياه. خطير الولد مسافر، بس تدرون عنده هو ظروف الولد، راح مسافر لتركيا. هذا الشخص اللي قلت لكم عليه شكوني شك شو كنت تسوي سوالف. استغفر الله يا ربي. يجيك واحد يقول لي، يجيني بالفيسبوك ممكن تدعم قناتي وتحط رابط قناتي بالوصف مالتك. يجيني الاخ ذاك يعيرني يقول لي ذاك صديقي احسن منك يسوي انيميشن والماينكرافت، وصعد وصل 100,000 مشترك وجاء قاعد يعيرني. ايش قد كاره القناة والله العظيم. داريج كوميونيتي رهيب. اذا هو ذاك الولد اللي وياي بالتيم سبيك صعد براسه والنب قاعد يعيرني يقول لي هذا بعد 78 مشترك. ما عاد شو اقوله بعد. الساعة 1 لاخر الاشتراك شوف محتواي، ويجيني الاخر ذاك يقول لي يجيني بالتيم سبيك يعيروني قلت يطلع الفيس كام وما ادري شنو ما ادري منو. اخي والله يضحكون على ارواحهم بعد. ما شو اقوله بعد، قلت الغي الاشتراكات حتى راح اطلع من القناه.